في شخص واحد بالدولة اللبنانية كلها عنده اليوم قرار شرى البنزين والمازوت والغاز لكل اللبنانيين وفوقهم الفيول لشركة الكهرباء. هيدا الشخص اليوم هو حاكم مصرف لبنان، بيصادق على قراراته مجلس الحاكمية اللي قاعدين حواليه. يعني إذا وصلت البضاعة المدعومة على لبنان بيكون بسببه، بس دغري بتصير بإيد عدد محدود من شركات النفط على طاولات صغيرة تانية، ومنشآت النفط معهم تابعة للدولة والوزارة وعاطي دينتها بالكامل لإرادة السياسية. يعني رقبتنا والبضاعة المستوردة بمالنا يلي محجوز بمصرف لبنان كلياتهم بيقرروا فيهم حوالي 12 شخص بس، فيهم سياسيين ومستوردين للمازوت وللبنزين ومدير عام منشآت النفط بالدولة اللبنانية. بيتوزعوا كلهم حسب الولاء السياسي، هيدي البضاعة بتروح عند الشركات، تتوزع على المحطات التابعة للشركات، ترجع بتروح على المحطات الراضية عليهم الشركات، وتانيا حسب المصالح، لأنه في مصالح سياسية بده يتم إرضاءها ليضل الاستيراد شغال ويضل النظام قائم. اليوم المصدر الممكن الوحيد لكل البضاعة يلي عم تتهرب هي الشركات والمؤسسات يلي نحن عم نمولها، لأنه اليوم الشعب اللبناني هو مصدر المال لكل البضائع اللي عم بتفوت على لبنان. بمصرف لبنان في حسابات الحاكم، وبعدها في مصلحة السياسيين، وبعدها مصلحة المستوردين، وبعدها مصلحة المهربين، وآخر شيء بيجي مصلحة المواطنين يلي ناطرين عم حطة البنزين ليعبوا بنزين انشرى بمالهم. مليارات الدولارات تقريبا من الدعم من المال راح لمصاصي الدم، مش أقل من هيك. ما بدها عبقري كان ليعمل بطاقة ويعطيها لكل صاحب سيارة تسمح للمواطن يعبي 4 أو 5 تنكات بالشهر على نمرة سيارته. وكنا دعمنا الناس حقيقة مضطرة تستعمل سياراتها لتعيش، بدل ما ندعم السياسيين والمهربين والمستوردين والتجار والغني والسائح واللاجئ. بس لا يمكن يكون هالشي هالقد واضح والكل بالحكم أعمى أخرس أطرش، إلا إذا كانوا مستفيدين. يعني وقفة الزل على المحطة وقطعة المازوت وقطعة الكهرباء سببه مصلحة المافيات والميليشيات الموجودة المتحكمة اليوم بالدولة، لا أكثر ولا أقل. وبتحدى أكبر راس يقول غير هيك. أكثر من نص دين الدولة اللبنانية سببه عجز شركة الكهرباء بسبب صفقات شراء الفيول. من 2019 لليوم آخر احتياطات مصرف لبنان انصرف أكتريتها على البنزين والفيول والمازوت والغاز المدعوم، مش على الأكل والدواء. ما في مقارنة بالأرقام، أضعاف على البنزين والمازوت. يعني بعد المصلحة ماشي لهيدي الطبقة وبعد التنفيعات ماشي. هل فينا نتخلص من هالمعادلة أم باقيين نحنا هيك بس من هلأ للانتخابات كرمال ليرقعوا الوضع الشباب؟ هل رفع الدعم هو الحل؟ خلينا نشوف الليلة شو رح يشرح ويقدموا حلول ضيوفنا الأربعة. خليكم معنا. مساء الخير. انطلقت حلقة الليلة عن وزارة الطاقة والمياه، الوزارة النفطية، وزارة النفط يلي فعليا ما بعرف إذا بتأمنهم ولا بتحجبهم عن المواطنين. هي اللي بتتابع سياسات النفطية بلبنان، ورح نبقى حلقتنا من عند ريف. تفضلي. مساء الخير
مارك ومساء الخير لضيوفك. وزارة الطاقة هي موضوع حلقة الليلة، وهي حاليا سبب أكبر ذل بحياة كل لبناني ولبنانية، من قطعة المازوت لطوابير البنزين للتهديد برفع الدعم. تخيلوا أنه اللبناني اللي كل حياته حامل أحلامه وراكد فيها لقدام، فجأة لاقي حاله وعم يرجع على حصر الحرجري، سيارته بلا بنزين، بيته مطفى، وعلى الأرجح بآخر نسخة لقلنا نايم على البلكون. إن شاء الله ضيوفنا الأربعة اليوم يعطونا بصيص أمل كيف ممكن نخرج من هذه الأزمة اللي على ما يبدو لن تنتهي بعالم البنزين والمازوت. مشاهدينا بتقدروا تبلشوا تصوتوا على البولز على تطبيق ماي سي، وتعطوا صوتكم للضيف اللي بتلاقوا أفكاره وسياسته البديلة بوزارة الطاقة مناسبة لإلكم على تويتر، وطبعا أيضا عبر تويتر وعبر هاشتاج البديل رح نضوي على نقاشاتكم. أما هلأ فبرجع لعندك مارك بجولة البديل الأولى. شكرا ريف. قبل الحكي عن البديل مع ضيوفنا خلينا نتعرف عليهم أكثر وعلى مسارهم المهني بهيدا التقرير، ومن بعدها بنبدأ الحلقة، حلقة البديل عن وزارة أزمات البنزين والمازوت. مارون صبحي الخولي حائز على إجازة في إدارة الأعمال من الجامعة اللبنانية، يشغل حاليا منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان ورئيس اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب، كما أنه عضو قيادة الاتحاد العمالي العام في لبنان منذ العام 87 ونائب رئيس اتحاد نقابات عمال وموظفي محافظة جبل لبنان منذ العام 96، هو مؤسس ورئيس الحزب العمالي اللبناني منذ العام 2002. رشاد المشرفية صاحب محطة وشريك في شركة خدمات سيارات وتوزيع المازوت، كما أنه أمين سري تجمع أصحاب المحطات. محمد شريتح صحفي حاصل على بكالوريوس في الإعلام والتواصل من الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا، يعمل مع هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية بي بي سي منذ 6 سنوات، حيث تنقل بين قسم الأخبار والبرامج والوثائقيات. ديانا القيسي حاصلة على بكالوريوس في الأداب من الجامعة الأمريكية في بيروت وحائزة على الجائزة الدولية من منظمة Leadership Management International، مديرة برامج مشاركة المجتمع المدني في لبنان في العهد الجمهوري الدولي وعضو الهيئة الاستشارية في المبادرة اللبنانية للنفط والغاز لوجي. من ناحية أخرى عملت في العديد من البلدان لمساعدة منظمات المجتمع المدني لخلق تحالفات كتونس، غينيا والفلبين. الليلة سيقدم ضيوفنا الأربعة ضمن البديل طروحاتهم حول الحلول المقترحة لوزارة الطاقة. ليش ما في بنزين؟ ليه ما في مازوت؟ ليش ما بينرفع الدعم؟ في حال انرفع الدعم تفرط الليرة، بيضل الناس قادرة تعبي سياراتها. خلينا نشوف شو كان جواب الناس بهذا التقرير. لا حوقف، حصير روح اخذ سيرفيس وتاكسي، حط السياره على جنب وبطل سوق. انا اليوم ما عندي استعداد اكثر من اني اظهر ناظر ابني على العلاج ورده على البيت، اكثر من هيك ما عندي استعداد. شو بدي اعمل؟ مضطر وبلد فاسد، وشو فينا نعمل اكثر من هيك؟ انا شوفير تاكسي عم بشتغل على التاكسي، بدي اشتغل تعيش عائلتي. اذا ما يعبي بدي اعبي، اذا ما معي عبي بدي اعبي بيتي. أكيد لا، كيف بدي أعبيها للسيارة؟ يعني تعبي سيارة 600-700 ألف بالجمعة وبتقبض 2 مليون ليرة بالشهر، كيف بتعبيها للسيارة؟ وبتصلحها ب2 مليون لشو؟ أنا بشتغل بالصيانة العامة، يعني بدي زيدهم على الفاتورة. أوكي؟ يعني اللي بيزيدوا على البنزين بيزيدوا على فاتورة الزبون هي ذاتها. ما بعرف، يعني كيف بروح وبجي؟ المفروض أنا عمومي، المفروض إنه هم يدعموني لحتى لا أقدر أعبي السيارة وأخدم الناس. شفنا التقرير وشفنا وجع الناس، وكلياتهم بدهم يعرفوا اليوم ليش ما في بنزين وليه عم بيطلعوا الأسعار هيك. نقاشنا اليوم عن هيدا الموضوع. خليني بلش معك استاذ رشاد، ليش ما في بنزين بلبنان؟ اول شيء مساء الخير للجميع ومساء الخير للمشاهدين. يعني الريبورتاج اخر شيء مؤثر، وجع الناس بيأثر على الكل. ليش ما في بنزين؟ في دعم، مش هناك ما في بنزين. الدعم يعني فرق سعر بين لبنان والدولة المجاورة اللي هي سوريا. هذا الدعم عم بيخلق هذا الهامش الكتير كبير بفرق السعر،
كل مين قادر وبحاجة هو مهرب. فاليوم المشكلة الأساسية يعني الدعم. دعم. يعني أنت مع فك الدعم. نحن عم نحدد المشكلة. عم بيقولوا لك هلا بالتقرير أنا إذا بتفك الدعم ما بقدر روح على محل. بس نحن عم نحدد مشكلة. المشكلة هي الدعم. شو الحل؟ هذا موضوع آخر. فك الدعم جزئيا كليا، بيعملوا بطاقات للناس الأكثر حاجة. في كتير الأمور نقدر نبحثها، بس ولكن الدعم هو اللي عامل فرق السعر ما بين لبنان وسوريا، وهو اللي خالق سوق التهريب بين لبنان وسوريا، اللي مخلي لبنان يضل بحاجة وغير أسواق يمكن عم بتكون حاجتها أقل. بس بحب أذكر بشغلي، لما كان في فرق سعر معاكس ما بين لبنان وسوريا كان تهريب المازوت من سوريا للبنان، فهذا الشيء طبيعي يصير. هلا صار بلبنان ارخص من سوريا، وسوريا حاجتها كبيره، صار التهريب هيدا. صحيح 100%. استاذ مارون خليني اسالك هذا السؤال، ليش ما في بنزين بلبنان؟ يعني انا بدي اضيف الحكايه زميلنا. ما في بنزين او شيء بكتسى هذا السؤال حقيقه لرياض سلامه. يعني رياض سلامه الحاكم بامر المال اللي هو ماسك حقيقه، يعني ماسك اداره البلد، ماسك هالاداره. مساله الدعم بالاساس ما في شيء اسمه دعم بالاساس. المصرف لبنان عم يشتغل على اساس تثبيت سعر صرف الليره، وبالتالي اللي صار وقت صار في انهيار كملوا هن تثبيت سعر الصرف. يعني عمليا مش اجى مصرف لبنان اجى قال لك انا بدي ادعم المواد الغذائيه او انا بدي ادعم البنزين والمحروقات، لا، هي مساله تثبيت سعر الصرف. وانا بدي لك اكثر من هيك، في حال احنا شلنا الدعم، يعني بلشوا بده يثبتوا سعر الصرف، قاموا دعموا الاشياء الاساسيه لما بلش تفلت الليره اللبنانيه. بالضبط. يعني وعلقوا بالسياسه بالغلط، علقوا بالسياسه. عمليا هي مش دعم، هي تثبيت للسعر. طيب نحن اكثر من هيك اقول، خلينا ناخذ انه شلنا الدعم، شو بيصير اليوم؟ صاحب المحطه، حضرتك صاحب محطه، نعم، بدك تنزل اليوم في 20 مليون دولار يوميا بده يفتش عليهم اصحاب المحطات تيسحبوها من الناس يشتروهم تيدفعوا حق البضاعه، لانه البضاعه بدك تدفع حقها بالدولار، جيبها بالدولار بدفع حقها بالدولار. وبالتالي شو عملت اذا فكينا الدعم؟ شو عملت انت؟ عملت مصيبتين. يعني مش بس انه حتطلع تانكه البنزين تصير ب 350,000، لا، حتصير رح يزيد الطلب على الدولار، فرح يغلى كفره الليره. عندك 20 مليون دولار يوميا بدك تفتشوا عليهم اصحاب يعني لو تشيل الدعم بتفتشوا عليهم اصحاب المحطات. وبالتالي عندنا مشكلتين مش مشكله واحده. خلينا نروح بقصه تثبيت مساله الصرف. يعني عمليا انا ضد شيل الدعم بهذا الشكل، يعني ضد بالمطلق. بأي شكل؟ فجائي يعني؟ 100%. يعني كان يفترض الدولة اللبنانية، بس هيدا اللي عم بيعملوه هلا. يعني موافق مع رياض سلامة بدل 1005 3900، قال لهم لأيلول، بعد أيلول منفكوا شوي أكتر، يعني بتطلع التنكي من 75,000 من خليها تنط لل 100,000 150,000 بيترق الجو قبل ما نوصلها ل 300. يعني أنت مع هيدي المقاربة؟ ليك وضع تلي موافق مع رياض سلامة، يعني حقيقة عم تستفزني. رياض سلامة يعني ما بعرف مين بخص وما بعرف مع مين عم بيشتغل بالبلد. خلينا ناخذ الامور باكثر من جديه. مساله الدعم اليوم عم تحكي عن الفقراء، عم تحكي عن الناس المعدمين، عم تحكي عن الناس الحقيقه تعبانين، عم تحكي عن 60 ل 70% من الشعب اللبناني او 80% من الشعب اللبناني هو صار فقير، انسرق. يعني هون كمان بنرجع على قصه صحيح رياض سلامة وسياسه رياض سلامة. طيب اليوم هول الناس واذا بتيجي تقول له انت اليوم إذا بنرجع على حد الأدنى للأجور، عم تحكي حد أدنى للأجور اليوم بعده ما زال اليوم 675 يعني السياسة الغلط أنت برأيك هي اللي وصلتنا لهون، مش إنه ما في بنزين، اعتمدوا سياسة غلط نشفت السوق. اعتمدوا سياسة غبية. يعني كان مفترض علينا نحن كان ممكن نقدر نشيل الدعم، ولكن قبل ما تشيل الدعم كان المفروض عندك عدة إجراءات المفروض تاخذها. طيب يعني عظيم، خليني أسأل محمد بهيدي النقطة. محمد انت صحافي استقصائي، اليوم كان عم بيقول رشاد التهريب كان من سوريا للبنان لما سوريا كانت مدعومه عنا، لا اليوم نحن مدعومين هن مقطوعين صرنا عم نهرب من هون لهوني. قد ايه التهريب عم بيلعب دور بهذا القطاع فعليا بتقديرك؟ عم يلعب دور كتير كبير، ما في مجال. يعني المشكل واضح، اول شيء من ناحيه انه لما يكون السعر بلبنان ارخص باضعاف من سعر بسوريا، ولا حتى بارخص من سعر ببلدان خليجيه منتجه للنفط، اكيد بده يصير في تهريب. يعني ما في، يعني نحن التنكي عندنا ارخص من السعوديه، طبعا ارخص من مش بس من السعوديه، اكثر من بلد خليجي منتج للنفط، بالتالي اكيد بده يصير تهريب لما يكون وانت منك منتج. فينا نهرب على السعودية يعني ضلنا ربحانين. والبارت الثاني بالمشكل بكل بساطة، ما بقى في، خلصوا المصريات اللي كنت تشتري دولار اللي كنت تشتري فيهم بنزين، بالتالي ما في فتح اعتمادات انف
تكفي حاجة السوق اللبناني، وهذا شيء عم يخلق كمان سوق موازية. لما أنت بتكون كمية البنزين قليلة والمحطات والعالم عم تتجمع هالقد على المحطات، أنت عم بتقول لباقي العالم يلي محظيين أو يلي هم قادرين بطريقة ميليشياوية إذا بدي أقول ياخدوا هن البنزين، يفتحوا هن ياخدوا الحصص من مال الناس ليوزعوها. صحيح 100%. يعني أنت مع فك الدعم فورا؟ هاي أنا عم وصف المشكل، أنا مني مع شيء ولا لا، لا تحل هذا المشكل بدك فك الدعم. المواطن بده يرتاح، بده يسمع رأيك. أنا مع ولا ضد؟ أنا ما عندي رأي. ما فيك أنت تفك الدعم على مواطن عم يقبض بعده نفس يعني بهذا التضخم اللي صار. المواطن اللي بيقبض بالليرة ولا الموظفين بعدهم عم يقبضوا نفس المبالغ، بالتالي ما فيك تفك الدعم وتقول لهم دبروا حالكم. وبنفس الوقت الحل لهذا المشكل أنك تفك الدعم، as long as انه سعرك ارخص من سوريا وارخص من بلدان الخليج رح يضل الوضع مثل ما هو، رح يضل عظيم. يعني نحن اللي سمعناه يعني في عنا شغلتين، قال استاذ مارون عنا مشكل بالسياسات لتثبيت الصرف، صح. كرمال هيك فاتت البنزين بالقصة، انقطعنا من وراء الدعم مثل ما قال رشاد، والتهريب عم بيقول محمد. في شيء سبب ثالث برايك ليه ما في بنزين بلبنان؟ اكيد هلا نحن اول شيء كل هالتوصيف هيدا توصيف لحاله لظاهره، ولكن نحن ما عم نحكي عن الظواهر، لازم نطلع على سبب المشكله. في عندنا مشاكل ولكن الاسباب، السبب هو جدا بديهي وصلنا فيه العديد من السنوات، خلق حاجه. يعني عندك منظومه بدها تخلق نوع من السيتويشن عندك يلي المواطن بحاجه فيها لماده لتقدر تتحكم. المادة اللي نحن هلأ بحاجة لها هي مادة البنزين، أوكي؟ مش اعتباطيا نحن عم ندعم البنزين، مش اعتباطيا بالأطارة. مين بده يتحكم بمين؟ عم نعطي المنظومة أكيد، في عندك السلطة. سياسيين بده يتحكموا بالناس. سياسيين طبعا من خلال خلق هالحاجة. أول شيء وقت بدنا نحكي نحن عن فقدان البنزين بدنا نطلع كمان ليه عم ينفقد البنزين، في طلب، ليه عم بيكون في طلب؟ لأنه ما في عندنا مواصلات. بدك ترجع للسبب الأول وقت نقول بدنا نحن نرفع الدعم، مع بنفس الوقت بدك تقدم خطة مواصلات عامة تأمن للعالم يوصلوا من بوينت A لبوينت B. هيدي أول شيء لازم نحطها بعين الاعتبار. يعني أنت برأيك مش الفك التدريجي هو استبدال الحاجة للسيارة الخاصة، هو الفك الحالي للدعم. بدك توقف هالدم يلي عم بيسوح، هالوريد بدك توقف الدم منه يلي عم يطلع، وبنفس الوقت تقدم دغري حل، تعطي الحل، تعطي الدواء، تعمل الانترفنشن. بس اذا ما قادرين يعملوا نقل عام اليوم، نعلق دايما بالسيارات يعني بنرجع على السيارات؟ لا، النقل العام كتير قصته ابسط مما هن بيصوروها، لانه في عندك العديد من الشركات المستعده تفوت ببابليك برايفت بارتنرشيب او ببي او تي. في عندنا العديد من الحلول يلي من اول التسعينات كانت مطروحه، منها كان انه نعمل بلت من القطار او حزام حول بيروت يقدر يوصلك من خلال القطار. في عندنا قرض 330 مليون دولار من البنك الدولي ليعملوا شبكه بسات بلبنان، ومعروف ليش واقف؟ لانه بدهم ليش واقف؟ يخلق، انا ما بعرف، لانه بدهم يخلقوا حاجه لإلك مارك وانت وحضرتنا كلنا، انه نستعمل البنزين وقت اللي تصير بحاجه ادكتد انت على شيء بحاجه لإله لحياتك، ساعتها هن بيقدروا يقطعوا ويتحكموا فيك. المنظومه مش غبيه، يعني نحن بدنا ما بقى نطلع على المشاكل ونقول نعلق بالاشياء الامور الصغيره، خلينا نطلع على الفكره الاكبر، نسبقهم بلعبتهم ونعالج الروت كوز، نعالج السبب، نبلش نلاقي حلول اعمق يعني من قصه البنزين. الاساس المشكل هو السياسات. تفضل. عمليا انت عم تنطلق بسؤالك الاول عم تقول ليش ما في بنزين؟ هو في بنزين، اذا بتدفع حق التانكي 200,000 في بنزين. مزبوط. That's the problem. بس عم تدفع 200,000 انت الدوله محدده سعر ثاني 76,000. هل المشكل يعني اليوم انت اذا عم تدفع 200,000 انت عم تشتري سوق سوداء، يعني الدوله اليوم بالدعم طلبت من الكل روحوا اشتروا من السوق السوداء. مش بس طلبت من الكل، خليني اسال رشاد بهالنقطة. عم تخلق سوق سوداء الدولة، عم بتقول للناس ما بعرف للناس المقيمين اللي قادرين يحصلوا على هاي المادة، تعوا بيعوا المختربين بهالاسعار وبيعوا الناس اللي قادرة تدفع لكم بهالاسعار، هذا اللي عم بصير. بيعون براني، كرمال هيك خليني اسال، اليوم نحن شفنا من وراء مسألة الدعم صارت تنتشر صور الجالونات والناس عم تبيع وحد الكوع وبالتلفن بتطلب وبيجي لعندك وبيبيعك الجالون 200,000 و180,000، هل هالشي بالنسبة لإلك هو مقصود ولا في محطات عم تجرب تنتفع؟ لا، هذا الشيء أول شيء أنا ما بتوافق مع أستاذ محمد بهذا الموضوع، أنه إذا بتدفع 200,000 يصير موجود، أوكي ممكن، ولكن حجمه كتير ضيق على الأقل، على الأقل بالمناطق اللي هي بيروت وضواحيها. المحطات، في كتير محطات أغلقت أبوابها لعدة أسباب، منها أمني، منها عدم تأمين البضاعة، منها مادي من بعد رفع الدعم، هذا الشيء حصل.
تأمين البنزين صار شغلة منا سهلة. في شركات من الأساس كانت موجودة بالبلد وشركات وازنة بالبلد، في مراحل من المراحل السابقة سكرت كليا، ما عاد فتحت أبدا لأنه ما انفتح لها اعتمادات. شو الأسباب أنا ما بعرف، يقال إشياء كتير وبيحكى كتير إشياء ولكن نحن ما شفنا. يعني قصدك في أفضليات عم تنعطى للشركات حسب شركات، يعني رجعنا على قصة المحاصصة السياسية والتدخل. ما بحط بدمتك بس إنه عم تقول هذا اللي صار. في عندك شركات، في عندك شركة أساسية كمان طلعت من السوق اللبناني، سكرت أكثر من شهر ونص، هلأ رجع استوردوا بضاعة ورجعوا يغزوا محطات لأنه انبيعت الشركة وحدا اشتريها وكانت 10% من السوق. هذا كمان سبب كتير مهم. يعني عندك عم تحكي عن شركة عندها فوق 130 محطة على امتداد لبنان، هذا كمان سبب أساسي كتير كبير. الشركة اللي سكرت أكثر من أسبوعين 3 أسابيع كمان هذا سبب كتير كبير. يعني هذا سبب إضافي عن صحيح التهريب. السوق السوداء اللي حضرتك عم تحكي عنها نرجع نحن للأساس. بس أنت يعني عم تقول سوق الإدارة والدعم أكيد أكيد ضرب إمكانية الشركات إنها تكمل، صار منها مسكر صح، ضرب إمكانية السيطرة على السوق من قبل المحطات، صار عم ينبيع حد المحطة جالونات. الأولى لا، الأولى انتبه، في شركة طهرت من السوق، شو السبب أنا ما عندي، بس بقى هي دومينو إفكت. أوكي دومينو إفكت ممكن كمان بالتدريج ضربوا كلهم. شغل كتير أساسيين نقدر نشوفهم لما بصير في أزمات، في ناس مستفيدين دغري بتنزل طبعاً على السوق، في ناس بتفوت عفوا. ليش في شركه بتظهر من السوق وشركه بضل ينفتح لها اعتماد؟ لانه صاحب الشركه اللي ظهر من السوق منه لبناني ومنه مضطر يوظف امواله بقى بلبنان، وهذا شيء معروف، يعني منه مضطر بقى يوظف امواله بلبنان. انا كلبناني عندي استعداد اخسر مال واربح سمعه مثلا بهذه الفتره. عفوا بس خليني اكفي الفكره. تفضل. اللي عم بيصير اليوم في اصحاب محطات عم بتحط مال من جيبتها، يعني لتحافظ على مؤسساتها، لتحافظ على مؤسساتها اللي عمرها 50 و60 سنة. طيب رشاد خليني بس ايه؟ لو سمحت كتير مهم انه توصل هالفكرة، لانه نحن كأصحاب محطات كمان عم نتعرض لضغط كتير كبير. يعني نحن قلنا تقريبا 4 أشهر ما في صاحب محطة ما بينزل على محطته من الصبح لعشية اللي فاتح. في ناس سكرت وفلت لأن ما قدرت أمن محطاتها لا من البضاعة ولا من أمن الشخصي. في ناس سكرت بس مش عم تربح مصاري؟ المصاري اللي انت عم تربحها ما بيجوا شيء بالنسبة لتصليحة موتور او لا لا لاي مكنه بتتعطل عندك، انت كل التصليحات عندك على الفريش دولار. طيب خليني اخذ هالنقطه. تفضل. يعني نحن يعني بدك لانه نحن عندنا حلقه كامله، عندنا حلقه كامله رح طلع. بس انا خليني اسمع بدي احكي موضوع مقابل الدعم لانه هو يلي عم بيقوله نقطه مهمه. جاي عم بيقول انا صاحب محطه ما عم بربح مصاري والشركات هيدي سكرت وهي انباعت وهي ما عم تقدر تشتغل وما شغلين بطاقاتهم، ونعم نقول بنفس الوقت انه المواطن كمان ما انه قادر يدفع وفلتنين عليه المهربجية واللي بيبيعوا جالونات. طيب ما في حدا مرتاح طبعا، مين المستفيد؟ المنظومة. نرجع على قصة المنظومة يعني. بس انا خليني بدي انا استفيد من هذه الحلقة لاقول انه مفروض شو بدنا نعمل قبل رفع الدعم. اسمنا نحكي موضوع رفع الدعم، خلينا نضوي على شغلة انه اللبنانيين عندك 80% من اللبنانيين بيستعملوا سياراتهم، يعني شبكه النقل عندك اليوم مبنيه على 80%. نحن عندنا اعلى عدد سيارات بالزبط لعدد سكان بالعالم، وبالتالي نحن معنيين اليوم انه انت تلاقي لهم حلول هالناس. يعني ما في كمان ما شو الحلول؟ انا برايي اول شيء هي ايجاد شبكه نقل عام الباص السريع اللي هي في خطط وموجود اللي حضرتك قلت عنه على 330 مليون، وهذا ما بده شيء. يعني عم نحكي هو بتشتريهم بدك شهر ونص بكونوا هون، هول فيك تاخذهم من الدعم، يعني هيدي فيك توفرهم من الدعم. بس طيب كيف منفك اللي عم يستفيد اليوم لنقدر ننفذ الحلول؟ لانه انت مشكلتك اليوم واضحه، في عندك سوق ماشي في ناس عم تستفيد، قل لي كيف منفك المستفيدين؟ توقف اعتماد، رح نوصل للحلول. عن المستفيدين يعني المنظومة المافياوية. لا إذا بدك تبارك لرئيس الحكومة اليوم بأنه هو رح يشكل حكومة ويحل مشكلة البلد، بدك توقف الحاجة يعني ليك من وين المشكل؟ اللي جرب من وين جرب عقله مخرب. خلينا بس أنا خليني أقول عن ما قبل الدعم، يعني خلينا نضول للناس. نيجي نقول أنه دعم شبكة النقل الخاصة، يخي في شبكة نقل عم نحكي في عندك 50,000 شوفير عمومي وسيارات عمومية، خلينا كمان ندعمهم. هول بيساعدوا وبيساهموا كمان بتخفيف لدعم. بس كيف بدك تدعمهم؟ تدعمهم بتعطيهم بنزين، يعني بدك ترجع تدعم البنزين حكما بدك ترجع تدفع الدعم من المصاري الباقيين بمصرف لبنان للبنزين. يا عمي ما نقول مصرف لبنان مارك، خلينا نقول شو بدنا نقول؟ اسمه دولة يا خيي، في دولة بتطلع مصاري، دولة بتطبع لبناني.
ما بتشتري دولار اللبناني. في دولة هي أنا بدي أفترض اليوم أنا رئيس الحكومة بقول له لحاكم مصرف لبنان يا حبيبي عندك 16 مليار إذا هاي 16 خلي دولة تدينه نحن مدينين للمودعين مش عم ناخذ مصريات المودعين بالنهاية دولة بدها تغطي بالنهاية دولة بدها تدفع هي الراعية مش المودع الراعي يعني عمليا نحن ما في كمان تترك إنه خبص مصرف لبنان هو بده يخدم الشعب اللبناني وما عندنا دولة لا في دولة في ضرائب في ناس عم تدفع وبالتالي الدولة بدها تكفي الدعم بس خلينا نقول نحن مسألة الدعم بدك تدعم قطاع الدليفري ضروري هول الشباب عم بيسوقوا الموتوسيكلات هول عم بيساهموا طيب ما ندعم التاكسيات وما ندعم الدليفري ندعم السيارات الصغيره اليوم بتقول له اليوم اللي بيشتري سياره صغيره اليوم بتقول له ما في عليها رسوم طيب روح بس انت بدك تشجع تشتري سياره صغيره بدك تشجع تشتروا الناس موتوسيكلات بالمدن ودراجات ناريه ودراجات هوائيه وتخلق لهم ممرات بدك تشجع الناس اليوم تتخفف بدنا نخفف صرف البنزين بالحلول بس انا اليوم كيف بحل الازمه اليوم عندي السياره وما في شيء منهم هول اليوم بدي احل بس هول حلول استاذ مارك هول سهل يعني هول بشهرين بكون عملت كل هالقصه بشهرين بدي دوله طبيعيه فيها حكومه وبلا حكومه بدك قرار يعني حقيقه قرار من وين قرار من المسؤولين يعني عظيم بنرجع على نفس الموضوع ليش الحكومه خلينا نعمل اي حكومه بالنهايه المسؤولين عم نفتش عليهم لهلا بعدنا مش ملاقيينهم يعني اذا بس بنقرا تصريحاتك عن وزير الطاقه بنعرف انه مش مسؤولين بعد اهم شيء خلينا نحط شغله براسنا كل الـ الممارسات الفضله يلي بتصير بالعالم وكل التجارب يلي سبقت اثبتت انه الدعم خاصه بهيدي الاحوال هو مثل عم يحط مي بسله مفخوطه ولكن في حلول انا مع أكيد الأستاذ مارون والأساتذة إنه نحن ما فينا فجأة من هالشخص السائق التاكسي واللي عم يعتمدوا على البنزين لحتى يطلعوا قوتهم اليومي نجي نقول له ندفعوا 230 40 أو 230 ألف أو 250 ألف ولكن يلي فينا نعمله صح منوقف الدعم فورا ولكن منعطيه بديل كاش وهذا طرح وانعملت العمليات الحسابية إذا بتعطي 50 دولار كاش فريش دولار بالشهر ما بتطلع مليون دولار للتاكسي؟ لا اصحاب طبعا للناس ما النمره الحمراء صارت ب 160 مليون ليره يسمحوا البنوك وما عم بيعطوا نمر حمر يسمحوا البنوك وهيدي في عندك الي وانطرحت على الوزير وعلى رئاسه على مجلس الوزراء انه ينعطوا فريش دولارز مقابل 100 دولار او 50 دولار بالشهر يلي هي بتغطي هالدعم يلي بنشيل بنضلنا ربحانين وبنضلنا بنعطيه الخيار كيف بده يستعمل ممتاز يعني اثنيناتكم كنتوا بس كنت رفع الدعم هو فورا. كان مع رفع الدعم فورا انت عم تقولي رفع الدعم بس تدفعوا 50 دولار يلي هو رفع الدعم خليني روح دغري لعند لانه الموضوع هيدا حميان كتير خليني روح لنشوف ريف شو عم بيقولوا اراء الناس بالاستفتاءات يلي عملناها على ماي سي وتعليقاتهم على تويتر شكرا مارك وين صار التصويت لضيوفنا الاربعه عبر تويتر لنشوف مين منهم رح يقنع الناس بطروحاته اكثر ومين معقول يحصد نتيجه عاليه من التصويت وذلك من خلال هاشتاج البديل نحن الليله طرحنا عدد من الاسئله على تطبيق ماي سي خلينا نشوف كيف صوتوا الناس السؤال الاول كان هل انت ممن ينتظرون على المحطات في الطوابير ام تؤمن بالواسطه يعني الاجوبه كانت على الشكل التالي 46.37% قالوا أقف بالطابور 20.19 قالوا أؤمن عفوا بالواسطة وليس لدي سيارة هن 21.14% وطبعا كمان في خيار رابع كان لدي سيارة ولكن لا أستخدمها اليوم واللي كانت النتيجة 12.3% السؤال الثاني كان في حال رفع الدعم كليا ماذا ستفعل الأجوبة كانت على الشكل التالي سأستمر بتعبئة سيارتي كما من قبل كان 17.46% سأقود سيارتي بدرجة أقل من قبل 49.52% سأتنقل بالدراجة 7.62% أما 25% فعطوا لا جواب ليس لدي سيارة السؤال الأخير كان هل أطفئ مولد الاشتراك في منطقتك نتيجة الشح بالمازوت الأجوبة كانت على الشكل التالي 54.19% قالوا نعم لا ولكنه زاد التعرفة 28.39% أما 17.42% فقالوا ما زال بنفس عدد ساعات التغذية برجع لعندك مارك هلا يعني كارتيل النفط والتجار أصحاب المحطات دور القطاع الخاص يلي شو عم بيصير بالبنزين وهلا رح نحكي كمان عن المازوت هن مواضيعنا بعد الفاصل كشفت السلطات الأمنية بمختلف المناطق عن قوائم نشروها تحكي عن تخزين التجار للمحروقات وبيبعتوا رسائل من المدعين العامين وغيرهم بيجبروا الناس انت عم تبيع وانت محتكر وهيدا ضبط
وباقي عندك كم ألف لتر ولازم تبيعهم، بوقت عم يدعي التجار بأنه ما في بنزين مخزن وكل يلي عندهم عم ينباع. أجرينا مقابلة سريعة مع رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان جورج فياض، خلينا نشوف شو كان جوابه. أنا بقول ما في أي مبرر أن تكون مفتعلة، وأكيد مش مفتعلة لأن ما حدا بكل القطاع والمصلحة عنده أي استفادة أن تكون مفتعلة. ممكن يكون في محطات بتعمل هيك، بس مش هيدي سياسة الشركات والمحطات. إذا في محطات بتلعب وبتخزن لحتى تستفيد أو تهرب أو تلعب، هيدي مش معناتها هيدي سياسة القطاع. يعني اليوم ما فيك تشتغل بهاي المصلحة، وساعة بيعطوك مصاري ساعة ما بيعطوك، ساعة بيعطوك موافقة ساعة ما بيعطوك. يعني عندنا تناقض هائل بين القرار السياسي والقرار المالي. القرار السياسي بيقول في دعم والقرار المالي ما قادر يدعم. إذن بيخلق هالجاب بين اثنين وبصفي الشركات وقع بالنص، مش عارف حالة إذا فيها تستورد أو ما فيها تستورد وأمتين فيها تستورد. هيدا كله عم يخلق هالمشكلة اللي عايشين وصلنا أكثر من سنتين بنتعذب بهالموضوع. يعني في حلحلة مثل العادة، حلحلة لأنه دايما المعنيين اللي هن المسؤولين بالأخير عن البلد اللي بيعرفوا تماما شو هو المشكل دائما بياخذوا القرار باخر تكه. يعني بينطروا لحتى يخلص البضاعه، بعدين بيفتحوا الحنفيه وبيقولوا تعالوا جيبوا بضاعه، بنركض بنجيب البضاعه، بترجع بوقفوا، بنرجع بنركض بنجيب البضاعه، بعد 15 يوم بيكونوا وقفوا. محمد، اللي سمعناه هلا من جورج فياض، بالنسبه لك الشركات هن كمان ضحيه ولا هني متآمر؟ بالنسبة لي التاجر والشركات بدون يعملوا مصلحتهم، بدون يحاولوا يتهربوا من الضرائب، بدون يحاولوا يعملوا أرباح إضافية، هاي شغلتهم. شغلة الدولة تعمل رقيب وتفرض هيبتها يعني من كم يوم المديرة العامة للنفط طلعت على أورور فغالي طلعت على الإعلام وقالت أنه هي تحت ضغط الشارع والناس والإعلام اضطرت تصدر جدول الأسعار، علما أنه كانوا أخدين أنه ما راح يصدروا جدول الأسعار لا يخلص مخزون المحطات اللي هو شارينه على 1005، بيعوه للمواطنين على 1005. أصدر جدول الأسعار بتقول تحت ضغط الشارع على 3900، ومحطات اللي بعدها مخزنة على 1005 باعت على 3900. بقى هون ليش الشركة ما بدها تعمل هيك؟ ليش التاجر ما بده يعمل هيك؟ مسؤولية الدولة ومسؤولين الدولة ياخذوا القرارات بما هو مصلحة المواطن ومصلحة خزينة الدولة. يعني شو ما كان قرار الدولة الشركات رح تضلها تزمت حالها، ما بالأخير شركات قطاع خاص، يعني من لومة ولا ما من لومة؟ هلا فيك تلومة بس إنه تلومها أخلاقيا، أما المسؤولية اللي تقع على مين بيطبق هذا القانون على الشركات ومين بيراقب الشركات ومين بنظم عمل الشركات بما هو يخدم الصالح العام هو الدولة. عظيم. بس فإن خليني أسأل بهيدي النقطة تحديدا، هلأ برجع لك بخصوص الشركات. أنت اليوم تعرفي نحن عنا بلبنان 13 شركة لهم حق الاستيراد على لبنان. صحيح. فعليا هن 6 أو 7 الفعالين، الباقيين ملحقين. طب عنا 6 أشخاص. أكيد. انت بتوثقي انه في 6 اشخاص، لانه دائما الناس بتستعمل كارتيل النفط. اكيد. شو دورهم اليوم بالقطاع الخاص بلبنان بالنفط؟ هولي بدنا نحن اول شيء بدنا نكون واضحين كثير، في عنا قانون طلع لقانون الشراء العام يلي بيضمن التنافسيه، هيدا بده يتطبق، لانه افضل طريقه لتكسر الكارتيل، والكارتيلات هيدي موجوده بكل انحاء العالم، تفتح التنافسيه بطريقه عادله ويكون في عندك اليه رقابيه جيده واضحه جدا وتطبق. نحن يلي بيكون في عنا بيطلع قانون، طلع قانون الشراء العام بده مراسيم تطبيقيه، عد هلا لحتى يطلعوا المراسيم التطبيقيه. مين وايل عندك هالشركات عم تعمل شغلتها الطبيعيه. يعني نحنا بدنا قانون ليضمن التنافس بالقطاع طبعا، ونحن عم دائما عم نحكم
بردود فعل، ردود فعل بحاجة لبيئة حاضنة، بيئة حاضنة وقت يكون في عندك أسعار هون، عندك دعم موجود، عندك أنت بكلفك الليتر البنزين 32 سنت بلبنان، 92.4 سنت بكلفك بسوريا، بينما هو المعدل العام دولار و19 سنت، يعني ثلاث مرات أغلى بسوريا. يعني أكيد بدك تخلق، يعني شو عم نقول لهم اقعدوا ضو شمعة؟ ما هيدي أنت عم تحط البيئة الحاضنة لحتى يصير في عندك هالتلاعب كليته. بلش شيل الدعم، هيدي أول شيء، بعدين بتطبق القانون، بتفعل القوانين، في عندك آليات رقابة جيدة، بتفعل دور يعني الحكم القانون بيصير موجود، هذا مش اعتباطيا من أولى، ساعتها بتكون عم تعالج المشكلة. ولكن نعالج ردود فعل، ننزل نعمل ضبوطة بالمحطات، هذه مش هذه، هذا عم تحط بلاستر على قطشتي. يعني برأيك بدل ما يعزبوا حالهم بالمحطات يعزبوا حالهم بالحدود، عالج المشكلة بالأساس. خلينا نسأل قدي عم بيجوا عليكم ضغوط، كم حطات اليوم من قبل وزارة الاقتصاد بالكبسات، أو بنعرف كل ما يفضي كاميون بيجي أمن دولة وأمن عام والباقيين، شو عم بيصير اليوم؟ نحن في شغلة بس بحب علق عليها قبل ما كفي الأستاذ محمد، بالنسبة لموضوع رفع الدعم ل 3900، أول شيء إلى حق الدولة تجي تقول لي أنت بدك تبيع مخزونك على 1005 في حال كان مخزوني صفر لما نبلشوا بالدعم، مش لما كان مخزوني أنا جنى عمر بعض أصحاب المحطات موجود بمحطاتهم على دولار 1005، ترجع تيجي تقول له بيعه على 1005 واشتري على 3000. هذا اللي زمط فيه يعني، هذا في ناس انخربت بيوتها، في ناس ما عادش تفتح محطاتها نهائيا من وراء هذا الموضوع، ما عندها بقى القدرة على الشراء. عند الدولة شغلة كتير بسيطة كانت بتقدر تعملها، أنا لما بقدم ماليتي آخر السنة 2019 أنا قدمت ماليتي كان في عندي مخزون، تجي بتقلي هذا مخزونك أنا مسؤولي عنه على 1005 والباقي بدك تبيعه على 3900، إلك حق ساعتها تحسبني. بس أنا جنى عمري حطه بخزاناتي من 2019 وما قبل 2019. دايما معروف عن التجار ما بيحطوا مصرياتهم لا ببنك ولا بالبيت، بحطوها بشغلهم بتجارتهم ببضاعتهم بدينهم للناس من الناس بتدين منهم. هيدي بس كنت حابب عائب عليها. بالنسبة لسؤالك، نحن كأصحاب محطات شو هدفنا؟ نحن بدنا نمارس تجارة. الفرق بيننا وبين غير تجار انه في عنا خدمات، يعني بنمارس التجارة مع الخدمات. نحن بدنا رضا الزبون، نحن بهمنا الزبون يفوت ويظهر من عنا راضي. نحن اليوم بهيدي الأزمة بدل ما نتحول وندير الأزمة حولونا لناس مرتكبين، يعني أنا بفوت لعندي أي جهاز أمني بحس حالي مرتكب، وين بضاعتك وليش مخبأ وشو عامل؟ ما عملت شيء، أنا إلي حق أعمل إدارة، أنا اللي لازم أعمل إدارة للمخزون مش هنثبت السوق، مين بده يعمل لها إدارة؟ حضرتك كدولة إذا بتقدر تعمل إدارة ما كنا وصلنا لهذه الأزمة أساسا. يعني برأيك أصحاب المحطات فيهم يهدوا السوق أحسن من الدولة 100%، لأنه لحد هلأ بتاريخنا نحن لما نفاتوا على المحطات جبروهم بالبيع، راحت الأزمة شيء؟ فاتت كل الأجهزة الأمنية على كل المحطات وفتحتهم بالقوة لبعض المحطات، راحت الأزمة؟ بالعكس، تاني يوم الطوابير هي ذاتها. ما المشكل مش هونيك، المشكل مش هونيك، المشكل اللي حضرتك قلتي الدومينو افكت. يعني انت بالطابور في عندك اول شيء في عندك صاحب حاجة فعلية او معنوية واقف بالطابور، يعني في واحد بده بنزين مزبوط، بس في واحد ما بده بنزين بس خايف يوقف سيارته لأما بده اياها مفولة. في عندك التاجر، يعني قصدك هلا الناس عم تشتري زياده عن اللزوم، اذا نزلت شحطه عم تروح تعبي، هيدا زايد الطلب. في حالات كتير يا ريت تنزلوا على محطه، هيدا بيضغط السوق اكيد طبعا. لما انت لما انا بوقف بالصب الطابور بشلك انا من الطابور بعرفهم، صرت اعرفهم لي 4 اشهر بوقف كل يوم على محطه، صرت اعرف بسال شخص انت شو بتشتغل بيقول لي ما بشتغل شيء، طب شو بتيجي تعبي كل يوم عندي 50000؟ طب لما انت بتجيب لي بص مدرسي كل يوم بتعبيه ب50000، نحن بشهر 7 ومدارس ما فيه كورونا، لوين عم تاخذ البنزينات؟ لما الموتسيك بده كل 3 ايام او 4 ايام. رشاد يعني هلا عم تقول لي انت طلع الحق على المواطن يلي عم بيعبي زياده وعم بيتاجر بالبنزين؟ هيدا ردود ضمن الدولة، كيف تضبطوا المواطن ما عنده ثقه؟ انا بدي اعمل، ما عنده ثقه انه ثاني يوم رح يلاقي بنزين، بده تنزل شحطه بده يروح يعبي. انا صاحب المصلحه اللي بعمل ضابط ايقاع مش الاجهزه، لأنك تعرف زبوناتك. بس خليني أسأل هون، خليني أسأل مارون بهذه النقطة. طيب سمعنا جورج شو كان عم بيقول عن الشركات المستوردة، عم بيقول ساعة بيفتحوا لنا ساعة بيقطعونا، ساعة في بضاعة ساعة غيروا رأيهم، ساعة 1005 ساعة 3900. وبعدين عم نشوف أنه نحن ضبط السوق اليوم من وين بده يصير؟ في واحد ضابط الكميات اللي عم بتفوت على البلد، حاكم مصرف لبنان، والبيع بالمفرق
في بضاعة عم تهرب بالنص ما عم نلاقيها، كيف نضبط السوق اليوم؟ أنا بسمح لي رد أو شيء رشاد. تضبط رشاد. تضبط محمود قبل يعني في النزيف. اللي حكيته حضرتك أنا مش موافق عليه أبدا. مش رأس مالك أنت، أنت اليوم مؤتمن، مؤتمن على هذا القطاع، يعني أنت اليوم أنا حطيتك كمسؤول أو كمواطن حطيتك، أنت مؤتمن هذا قطاع عام، أنت ما لك دعوة فيه. هذا قطاع عام، أنت بتبيع بتاخد أرباح. مؤسسة خاصة. وإذا مؤسسة خاصة. أنا مؤسسة خاصة. لحظة اسمح لي. أنا قبل الدعم. أنا ما قطعتك، أنا ما قطعتك رشاد. أنت عم بتقول إنه بـ 3900 وبال 1500 إنه هذا اللي كان ستوك، هذا ملكك، هذا مش ملكك. انت نحن عم نحكي هيدي لا بس ما هو دافع حقه، هو مش ملكه لانه هي بالازمه ما عاد حدا عنده ستوك، كيف كان ليش دوب ستوكك انت مالك حق دوب ستوك، هذا ستوك مدعوم، يعني هذا مدعوم من اموال المواطنين. انا ما قلت نحن من اموالنا. باردون خليني ارد عليك باردون رشاد، سمعتك. فخلينا نصوب المساله، انت اليوم انت كصاحب محطه بدك تبيع كل مخزونك انت، لانه في دعم، يعني في دوله عم تدعم فيه، في ناس عم تدعم فيه هذا المخزون، انت ما لك سنس فيه، ما لك فيه. بس مارون قال لك هو قبل الدعم كان عنده بضاعه، هو له راح نحن عم نحكي عفوا، لو عم نحكي من بعد ما بنحكي صار لنا سنه بالازمه، وهيدي القصه صارت من شهر. انا قلت لك حسبني سوري، انا قلت لك كلمه ما انتبهت لها يمكن حدا. تفضل رجع لي على كشوفاتي اللي انا مقدمها على الماليه وحاسبني على اخر 2019، ما قلت لك حاسبني على اليوم. بس هلا يعني عم بتعقدها. لا خلينا خلينا انت شو بدك تجرب تقول مارو؟ انا بدي اجرب اقول كمان نحن جزء كبير من الازمه اصحاب المحطات هن مسؤولين عنه، بعكس عم بيحكي جزء كبير، لانه شو عم بيصير كمان جزء من التهريب من المحطات، لانه اليوم وقت بيطلع الستار وبتلحقوا الامن العام بيلحقوا الدرك بيعرف لما يروح، بروح على المحطه من المحطات هونيك كمان عم يتسرب ويروح التهريب، لو عم بيطلع بالمازوت ولا بالبنزين باثنين سوا التهريب، يعني برايك التهريب ما بيطلع من الشركات، لا 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 بيطلع بس لا 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 من المحطات، من المحطات بس. انا خليني احكي بس بدي ارجع صوب بس قلت التهريب بس توضيحا، بس خليني اخلص الفكره هلا برجع تفضل. خلينا بس خلي الناس تعرف انه مشكلتنا مش بالتهريب مع سوريا، في مشكله بالتهريب سوريا انه بدنا نشيل الدعم، لا المشكله بالتهريب 30 مليار دولار، 30 مليار وتيطلع رياض سلامه ويقول انه مشكلتنا انه بالتهريب، بكون عم بكذب، لانه التهريب الحقيقي وتهرب 30 مليار دولار تحت مناخيره، هربوا وتصارحوا 30 مليار دولار وهربوا لبرا، نحن راحت الليره اللبنانيه، وبالتالي هون مشكلتنا الاساسيه بالتهريب 30 مليار، مش بتهريب تانكتين وسيترنات بنزين عم بيروح لهونيك. خلينا نحكي حقيقه تهريب الأمور. يعني تحويل لبرات لبنان بالضبط طبعا تهريبه، لان هو اليوم انت استاذ مارك بتعرف انه اذا بدك تحول 10 دولار بصرف لبنان معه خبر فيهم وبيعرف بيمرق سويفت من عنده، يعني ما في حدا يقدر يحول من لبنان لبرا غير من خلال مصرف لبنان، وبيعرف كمان رياض سلامه بالضبط بيعرف انه من 19 تشرين لل 2020 كانت المصاري عم تتهرب، هيدي بعد الازمه مش من قبل الازمه، عندنا 30 مليار، هيدي مشكلتنا الاساسيه، وهون نحن هيدي البعدله، نحن لهون وصلنا ماشي. بس ما بقى لا يلغي هيدا، يعني هيدا صحيح ماشي، بس لا يلغي كيف بتاثر على البنزين. تفضل يعني انت عم تحكي بس خليه يسال السؤال وكمل، بس قل شو السؤال محمد. انا بخاف من شغلي استاذ مارون، بس دقيقه خليني اخذ شو السؤال. انا بخاف من شغلي بيكون بالمايند سيت عنا، يعني مثل ما بدي اسمي مشاريع هلا مشان ما اكون عم بستهدف حدا، خذ راحتك، انه نحن بالمايند سيت تبعنا صار نحن مقتنعين انه ماشي الحال يسرقوا 50 مليون بس ينفذونا هالمشروع اللي بكلف هالقد. لا ما بصير انه ماشي الحال، مش المشكله بالتهريب على سوريا ما لا لا هذا المشكله بالتلاتين، المشكله باثنين، نحن ما عم لك مش مشكله، شو المشكله؟ المشكله بسياسه الدعم، لانه هو عم بيقول لك هربوا المصاري لبرا، اللي عم يحكي عنه فرط البلد، في مشكله بتهريب المصاري كمان، في مشكله اساسيه بالارقام، بالارقام استاذي بالارقام، خلينا عفوا بس بموضوع يا جماعه، انا بس رح جاوبكم على هيدا الموضوع هلا، بس خلينا نحط نحن ارقام وكميات البضاعة يلي انباعت بلبنان تم استيرادها على لبنان بالبنزين والمازوت بال2019 و2020 و2021، حطوا لنا اياها خلينا نحن نتناقش بالارقام للناس تعرف بالضبط شو صار بالسوق اللبناني. هيدي نزلت من 2019 لل2020 ورجعت نزلت بال2021، هو الأول ست شهور كان عم ينباع بال2019
9 مليون لتر بنزين بالنهار، وصلنا بال 2020 7 مليون لتر بالنهار، وصلنا بال 2021 7 مليون لتر بالنهار. يعني بعدنا عم نبيع مثل ما بعنا بال 2020. وين التهريب؟ اكيد فسر لي. انا عندي راي، بس اليوم انا عم بسالكم لكم اليوم نحن الكميات بين ال 2020 بالارقام هيدا كذب. مارون هيدا السؤال بدي اسالك اياه، بال 2020 مثل ال 2021 7 مليون لتر بنهار، بعدنا بنفس الارقام بال 2021، ليه بال 2021 انقطعنا وقفنا الطوابير؟ ما عم بفوتوا نفس الكميه بعدهم الشركات على ارقام الجمرك، ليه برايك عم نرجع ننقطع؟ بدك تتاكد اول شيء كانوا هال 7 مليون يلي عم بفوتوها يوميا عم بيتم بيعها 7 مليون، ما انت ما عندك، ما عم بيكون في عندك انتيتي او اوثوريتي او جهه مستقله. يعني الشركات عم تخزن بنزين، عم تعمل اوردر، ناطره فك الدعم. هو في عندك الشركات اللي بطبيعه الحال ردت فعلها عم تخزن بنزين، قلت لك الدومينو ايفكت اللي عم نحكي فيه، في عندك التهريب يلي عم بيصير. انت وقت تقول انا الدوله عم تفوت او عم تحط 7 مليون بالنهار، مش معناتها المواطن عم يشتري 7 مليون، في عندنا كثير فرق. وين التدقيق بالارقام؟ اين هي؟ هذا بنرجع لحكم القانون. ما في واصل لعندك هلا، واصل ضروري ضروري، بس هذه تتوصل خلص واصل لعندك دقيقه. بس في هون ذكرها كمان الاستاذ مارون يلي انا بدي كمان عقب عليها. صح مارون، هي نحن مش عم ننكسر من وراء الدولارات، لانه بالنتيجه الألف لتر التون عم يعملوا وقت انت تروح تهربه وتبيعه بفوت لك 820 دولار. انت هاي تكديسه، مش هيدي مشكلتي انا، مش هون انا نفاذ المصاري، مش هون انا مشكلتي بنفاذ الوقود، يعني البنزين يلي عند الكوموديتي اللي عم تنفقد، هيدي مشكلتي الاساسيه يلي انا خلقوا حاجه يكون انا عليها ديبندنت. هون بدي اكسر الفيش السايكل يلي نحن يلي هالحلقه المفرغه يلي نحن فيها. بدي اخلق بديل، واهم شيء حلول. في خساره كلنا عم نخسرها على فكره، بتحكي في عندك وجع، واضح عندك وجع. انا مواطنه مارون، عن النقاب العمال بالمحطات عندهم وجع. نحن بدنا نقر شغله، بدنا نوزع الخساره، بدنا نعمل اداره للاسف. خلينا نشوف كيف بنوزع. تفضل خلينا بدي اسمع رشاد اذا بتريده، وهلا بحكي بالارقام. بس بدنا نوزع بشكل عادل، مش انا بتحمل كل شيء. ما هي وحده اكثر من المواطن اللي معتب كمان. لو سمحت موضوع، بس خلينا نشرح طريقه خروج المحروقات من المستودعات للمحطات، لتعرف حضرتك كيف عم يتم هيدا الشيء، واذا صح المحطات هن اللي بتهرب ولا لا. اول شيء الصهريج ما بيظهر هلا بهيدي الايام، ما بيظهر لا من المنشات ولا من المستودعات الا ما يكون الورقه مختومه من الجمرك. بدها توصل على المحطه، بدها ترجع على المحطه تختم انه هي استلمت بالعينيات وبالكميات وترجع للجمرك. اذا ما بترجع مختومه للجمرك ثاني يوم انت ما بيطلع لك بضاعه. يعني هلا عم بحكي لو سمحت، يعني الدوله عم تعمل ضبط. لو صح ولو لو بس خليك كمل كمل خليك كمل لو خليك كمل مدام. لا لا انتبه، انا عم بحكي عن المحطه، عن المحطه. ايه انت عم تحكي على المنشاه، لانه حضرته قال لي عن منشاه الضبط. انا بهمني انا، تقولي عن توزيع الخسائر. انا بهمني انا كمحطه بنزين وين بتحمل مسؤوليه. صح، لما حضرته عم بيقول لا مسؤولين المحطات، لا مش مسؤولين المحطات. لما انت كصاحب محطه عم تستلم وبتختم انه استلمت، انت صار عندك مسؤوليه قانونيه تجاه كل الاجهزه الامنيه، وبيتصلوا فيك بيقول لك استلمت اليوم، بتقول له ايه او لا. اذا استلمت قديش استلمت، واذا استلمت ومسكر ليش مسكر. فاذا بتريدوا المحطات البنزين ما بدنا منشآت النفط دخلت. عفوا انا ما لي عليه افوا، بس انا ما بدي احمل. عفوا مش انا بحمل، يعني لو سمحت رشاد، انت عم تقول المحطات مضبوطه. صح، وين بيصير التهريب؟ وين بيصير التهريب؟ بدك تشوف البضاعه اللي عم تطلع برات المحطات، مين على كيف عم بيطلعوها. مش انا بسال هالسؤال، بس انا كصاحب محطه لو سمحت ما نحمل المحطات اكثر ما بيستحق. بيحملوا لا ما بيحملوا، صدقني ما بيحملوا. في عندك محطات انا ما بدي اعمم، بس خليني ما بدي اعمم، عم بيقول رايه. بس بدي زيد نقطه، لانه كنا بعدنا عم نحكي هلا عن منشات النفط يلي بتديرها الدوله، يلي بتستورد تقريبا 30-40% من المازوت بلبنان. عندنا هيدا التقرير عن الموضوع، خلينا نسمع هلا ونرجع منكمل النقاش، لانه لازم نحكي عن المازوت.
اكيد اذا بنحكي على المشكله. نحن شفنا بشهر 3/2020 السفينه يلي جابت الفيول وهي تم الفضيحه يعني صارت حسب هذه السفينه والفيول المغشوش، وتبين انه هناك فحوص مخبريه مزوره، يعني عندنا فحوص بتبين انه هذا الفيول مطابق المواصفات، تبين انه لا مش صحيح هذا الفيول مغشوش. راح الملف على القضاء، رحنا على قرار ظني بعد تقريبا 4 أشهر من شهر 3 لشهر 7 صدر القرار الظني. القرار الظني حكي باتهامات بظن بعدد من المواد بقانون العقوبات، ومنها بحق مدير عام النفط بوزارة الطاقة أورورف غالي بإهمال بالوظيفة ومحل سكوت عن رشوة أو الاستفادة بقصص مادية. والنقطة الثانية كان الظن بإهمال بالوظيفة بحق سركيس حلاز مدير عام منشآت النفط، بيرفض انه يمثل امام القضاء. اول مره رفض يمثل امام القاضي غادة عون، وتاني مره رفض يمثل امام القاضي منصور باعتبار انه هو ما بده يروح على اي محل هناك في سماء القضاء العوني، واعتبر انه كمان في ضغط عوني عند القاضي منصور رفض المثول. من بعدها لما صار الملف بمحكمه الجنايات قبل انه يحضر، حضر امام القاضي مرتضى، وبعد لحديث اليوم ما صدر الحكم. كيف يعني من بعد ما القرار الظني بفي ظن بإهمال وظيفة على الأقل بحق أورورف غالي وسركيس حلاس، منشوف أن أورورف غالي رجعت على شغلة وأخذت مديرة عام النفط إضافة إلى موقع سركيس حلاس كمدير عام منشأة النفط، صارت هي عندها الموقعين، بوقت يلي سركيس حلاس يلي بيتساوى هو وياها على الأقل بالجريمة ما رح مرجع على محله. محمد، سؤال لك، انت صحافي بتدقق بتتابع هيدي الملفات وخاصة وثائقية عن الفساد، سؤالي لك اللي سمعناه هلا شو تعليقك عليه؟ بكل بساطة ما في محاسبة، ما في محاسبة يعني بشكل انه حتى الكونتراكت اللي انمضى من يومين مضيوب بالعراق. طب انا بدي اسال سؤال اللي نحن ما طلعنا عليه، ما بعرف ليه، ما بنعرف ليه ما بينشر هذا الكونتراكت، ما بنعرف ليه عقد سوناتراك كونفيدنشال، ما بنعرف ليه هذه يعني عقود شراء عام لا فيها اسرار دوله ولا فيها سلاح ولا فيها تكنولوجيا نوويه. وعندك عقد بعد روز نفط مضى سيزار ابي خليل قبل ما يفل من انا روز نفط اذا مش حاكي مع الوزراء، الوزيره ندى بستاني اللي قالت رح تحاول تعطينا اياه للامانه، كمان الوزير سيزار ابي خليل، الوزير بعدهم عم بيحاولوا لليوم، ولا مره قبل حدا انه يفصحوا عنه. هو قانون حق الوصول الى المعلومات الذي لا يطبق. ما انا اللي بدي اسالك اياه، انا شفت سيدي أورورف غالي عم تمضي العقود. طب هذا يعني هل هذا مؤشر انه هم رح يعملوا المناقصات تبع المليون اللي جايين لانه قالوا نحن حنبدلهم ب ببضاعه ثانيه؟ هذا سؤال، حيمرقوا بدائره المناقصات ومين وين رح تبيعهم ومين وين، وهل في شركات لبنانيه ظهرت مع عقد سوناتراك من الباب فايته من الشباك بهذه المناقصات؟ ما بنعرف. الفكره اللي عم حاول اقولها انا لما ما يكون في محاسبه، طب انا بسالك سؤال هلا لما بتجي هالبضاعه اللي نحن اذا بتسالني بعد سؤال رح وقفك محلي اللي نحن رح ناخذها كرود مثل ما انحكى وتتكرر ويحطوا فيها خلطه عشان تصير مطابقه لمواصفات فيول ثقيل، هيفي فيول اويل، في جزء كرود وهيفي حتى الهيفي فيول اويل اللي بينتجه العراق مش اللي نحن بنعوزه. يعني انت اليوم عم تيجي تقول لي في ناس متهمين بدعاوى قضائيه جينا سلمناهم مليون نفط نفط خام من العراق بتصرفهم هن والوزاره وكل الشباب الباقيين ليعملوا صفقه جديده، هيدا انا هيدا عم بسالك لما تيجي هالبضاعه على لبنان بدنا نستعملها مين رح يفحص الكواليتي تبعها؟ مختبرات المنشآت؟ طب ما الموظفين تبع المختبرات يلي هن مدعى عليهم بالفيول المغشوش معترفين انه نحن بنتلقى رشا وبنزور، مين بتعرف انه لهلا في موظفين بقلب المختبرات اللي معترفين قاعدين ببيتهم مفصولين من الشغل ولكن بيقبضوا معاشاتهم لهلا؟ معك خبر؟ معاشات عاليه لانه بعد ما طلع عليهم الحكم قد ما طلع الحكم. بس كرمال هيك خليني اسالك اليوم شو مؤسسات الدوله من المنشآت لوزاره النفط للمختبرات للجمرك يلي قاعد عم بيراقب من كان التهريب او البضاعه اللي بتفوت مثل ما ذكرهم رشاد طبعاً. اليوم شو عم تعمل الدوله بهيدا القطاع؟ اول شيء بدنا يعني وقت نحكي شو عم تعمل الدوله واذ كانه نحن عم نشوف انه في دوله كتير فعاله بسيستمز، الدوله عباره عن احزاب سياسيه متقاسمه بورتفوليو، يعني لنكون كتير كتير واضحين فيها عشان هيك عم نحاول نغيرها. مزارع عظيم، كل واحد مسؤول عن شغله عن شقفه. هلا بتقلي نحن ليش بتقوم قيمتنا وقت نقول مضى من يومين مثل ما بيقول الاستاذ محمد مع العراق؟ لانه اللي جرب مجرب عقله مخرب. في عندنا عقد بدنا نشوف شو هو، في عندنا هيفي فيول اويل مستوردينه
يلي السلفر فيه كتير بده إعادة تكرير أو بدنا نعمل سوات ثرو سبوت كارغوز. الآلية مش واضحة، العقد ما بنعرف شو هو. في عنا الأضرب من هيك هي آلية كيف البارتر سيستم يلي خلقينه، يلي قايلين إنه المركز العراقي بيفتح بمصرف لبنان، عندك اعتماد بنحط له نحن بالليرة اللبنانية، وهو بيستعملهم لياخد شو استشارات أو خدمات طبية أو سلع. فهمني صرف. أي شيء من هالثلاثة اللبناني هلأ أو لبنان عنده يعطيه وعاية سعر صرف. هيدا شبيه بالعقد اللي عملته، بس هيدا شبيه بالعقد اللي عملته فنزويلا مع كوبا. فنزويلا بعتت نفط لكوبا، كوبا بعتت أساتذة وبعتت أطباء ليقدموا خدمات دفعوا لهم بكوبا بمصرياتهم. انا بتمنى ما بقى نقارن مش احد الحلول ابدا، لانه فنزويلا ما بقى نقارن لا فنزويلا ولا كوبا، لانه فنزويلا عندها من اكبر مخزون غاز، عندها ثروات طبيعيه، في عندها شيء توقع عليه، في عندها شيء تقايده، حتى مع ايران قايدت. ولكن نحن ماذا نملك؟ انا بدي هون سؤالي، عشو مضينا لك يا عمي؟ عشو شو عطيتون؟ شو عطيتون؟ لأنه ما عندنا شيء، الكادر الطبي مش موجود، ألف طبيب صار برا، استشارات، أي استشارات عم نعطيها؟ واضح الوضع بلبنان. رح أخذ منك بس فكرة على هيدي النقطة. شفنا الدولة منشآت المحطات اليوم تسجل منها مئات لتروح تشتري من المنشآت، عندكم ثقة بالتعامل مع الدولة كم حطات؟ بالنسبة للمنشآت بمرحلة طويلة أمنت كتير من السوق. أنا بحكي على الصعيد اللي أنا شفته، يعني في محل المنشآت هلأ اليوم أعلنت الأسبوع الماضي ما عاش عندها بضاعة ووقفت عن البيع، لأنه اللي واضح واللي مبين بالإعلام أنه عم تتعامل الدولة كأنها شركة مستوردة. بس طلعت برات السوق، هلأ طلعت برات السوق. بس ما تنسى شغلة كتير أساسية، أنه المنشآت بسنة 2020 بشهر 7 وبشهر 8 سدت حاجة كتير أساسية من حاجات السوق. أنا بحكي عن تجربة. هلأ شو عم بيصير بمحلات تانية حضرتك اللي عم بتحطهم أنا ما عندي علم فيهم، ولكن بموضوع المازوت بموضوع الديزل سدت حاجة كتير كبيرة. كيف سدتها؟ من وين جبت المصاري؟ هيدي لانه كان من عندنا. لا لا كان ايه بالدعم انتبه بالدعم بس انا اللي حاسس على بس في شغله كتير اساسيه مدام لازم كلنا نعرفها، انه مصرف لبنان تعامل مع المنشآت مش كأنه شركة خاصة، حتى يعني عمل الشركات الخاصة أحسن من المنشآت. يعني لازم يدعم المنشآت أكثر. خلينا نروح لنشوف شو رأي اللبنانيين بالحديث الدائر باستوديو معي كريف. عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي عم نتلقى آراءكم وتعليقاتكم ونشوف البعض منا من خلال هاشتاغ البديل. التويتس اللي كانوا عم ينبعثوا الليلة على هاشتاغ البديل، هيثم قال ما في حل طالما الفساد ضارب الكل، من الزعماء النايمين لأصحاب المحطات الجشعين، سوري مارك ولكن ضيوفك اليوم حاضرين، للشعب اللي استغل حاجة الناس ودور على الربح السريع من خلال بيع المحروقات بالسوق السوداء، هاشتاغ عوجة. من التويتس أيضا الحل الأنسب إنه المنظومة الحاكمة تفل وأكيد الغيمة السوداء رح بتروح. كمان تويت لمارك، ليست أزمة البنزين من التهريب أبدا، وإنما أكثر محطات البنزين ممتلئة، ولكن هناك تقنين في التعبئة وهناك مافيات متفقة مع أصحاب المحطات لتصريف المخزون بجالونات يملؤون في الليالي، وهناك ثلث الشعب اللبناني يتاجر في البنزين، نرجو من القوى الأمنية أن تضرب بيد من حديد وتفتح السجون لتلك المافيات. من التويتس أيضا نضال قال نعم لإيقاف الدعم على المحروقات على أن يتم على مراحل وإيجاد بديل عن المحروقات من خلال تشريع دعم وتسهيل الطاقة البديلة شمسية هوائية أو مائية وتطوير النقل العام ودعم السائقين من ناحية الضمان التأمين والاستشفاء وخلق مشاريع تطوير للطاقة على المدى البعيد والتركيز على الطاقة النظيفة. مشاهدينا رح نشوف سوا لهذه اللحظة كيف توزع التصويت على ضيوفنا الأربعة، والنتيجة كانت على الشكل التالي. السيد رشاد المشرفي حصد 13% من الأصوات، محمد شريتح 18%، مارون الخولي 27%، أما السيدة ديانا القيسي 42%. مارك، الناس على السوشيال ميديا بعدها عم تتفاعل وهي عم تتشارك معك برأيك اليوم اللي اعطيته لقناة الجزيرة لما قالت أنه نحن اليوم الريسايكلينج لا ينفع في عالم السياسة وإنما فقط في عالم البيئة، على أمل أنه البديل يكون من عندك الليلة من هون برجع لعندك. شكرا وشكرا لأنك رصدتيني على التصاريح. خلينا نروح على البريك ونرجع لنستمع للحلول دغري. يعني قد ما هيدا الموضوع حامي
وأثر على الجو عندنا باستوديو. كرمال هيك خلينا دغري نفوت بهيدي المرحلة لنحكي عن الحلول ضمن المواجهة الأخيرة. فإذن أستاذ مارون، قلنا حلول، شو في بين إيدينا اليوم لنريح الشعب اللبناني؟ يعني أول شيء الطرح البديل، وزارة الطاقة بدأت تنقسم، بدك تقسمها على ثلاث وزارات. وزارة الطاقة هي معنية بالكهرباء، وزارة مياه، وزارة نفط وغاز. بمعنى اليوم إذا نرجع لموضوع وزارة النفط والغاز، بدنا نقسمها على ثلاثة. نيجي بنقول نعمل مديرية تنقيب عن الغاز والنفط، نفط لكل أنشطة التنقيب، ومهمتها تكون تحت منا هيئة إدارة البترول. بدنا نقول كمان مديرية للتوزيع والتموين، اللي هي هاي المديرية بتكون فيها المحطات، 3500 محطة، عندك الصهاريج، عندك بتشيلهم من المحافظين وبتشيلهم من وزارة الداخلية، عندك شركات المنشآت وشركات التوزيع. نرجع لمديرية الإنتاج اللي هي مصافي التكرير، اللي هي كتير مهمة، مصافي التكرير تكون اللي وقفت من الحرب الأهلية بالضبط، وعندك مولدات الكهرباء اللي هي كمان بدهم مين هول كمان عم ينتجوا كهرباء، وبالتالي بدهم إدارة لحالهم، لأنه وزارة الطاقة أخذت بس منهم شقفة إنه بس تزيد على الناس، يعني ما أخذت كيف ممكن كمان تلاقي لهم البديل وتلاقي قد ايه فيها تخفض وترشد هذه الفاتورة اليوم حطوها سنة كلها مليون ليرة. حتى أصحاب المطارات جيب كهرباء بدهم يطفوا. مشكلة على الكل. وكمان عندنا في شيء اسمه مصلحة الإعلام. مصلحة الإعلام بدنا شيء توعية، ما بيجوز القطاع مثل هيدا اليوم وزير الطاقة غايب، يعني وزير الطاقة خرج يكون وزير المخابرات الجوية، مخابرات يعني رئيس المخابرات، لأنه مش معروف مش مبين. يعني اليوم وزير الطاقة اليوم مفروض أول شغل يعملها يكون بين طوابير الناس، يعني ينزل على المحطات، يوقف سيارته مثله مثل كل الناس، ويعرف قديه الناس عم تتعذب. وزير الطاقة بده أول واحد يروح يعذب الشهداء اللي وقعوا بالجية، العيلة كلها الوقت بجي من وراء حاكم مصرف لبنان، من وراء من المشاكل اللي صارت على المحطة. بالضبط. وزير الطاقة شو بعد في حلول بهيدي النقطة بدك تحكي عنها؟ لأنا بدي أقول ذكرت البساط والدراجات قبل لنخفف استهلاك البنزين بالبلد. قبل عم نحكي على الحلول، إذا حكينا عن الحلول قبل رفع الدعم، وهذا ضروري يكون في عنا الآليات والخطة. فيني رح أخذ محمد ونرجع لهالنقطة. محمد، اليوم عنا فساد كتير كبير بهذا القطاع، معظم نقاشنا هو عن التهريب، عن الأسعار، عن المافيات، عن الاتفاقات إلى آخره. شو فينا نحن اليوم بعد هيدي الصفقات شغالة؟ أول شيء بالشكل، مارك، بالشكل لما رئيس جهاز أمني هو عم بفاوض او عم بيشرف على توقيع عقود فيول، هذا منه يعني منه مشهد طبيعي بدوله مؤسسات. اوكي، كرمال موضوع الفساد حفرجيك هون باخر. هلا هذا عقد خلص، ولكن لاحقا نحن يعني المشهد بعده نفسه. هاي باخرة اسمها نافي ساكستنز، ظهرت لحساب مؤسسه كهرباء لبنان للدوله اللبنانيه فيول. اوكي، ظهرت بتاريخ 3 مارس 2020، هذه شهاده المنشا تبع البيل اوف ليدينج. بوقتها كان سعر الباخرة الإجمالي حوالي 14 مليون دولار. لما وصلت على لبنان بقيت بالبحر فترة، ب 30 مارس لبنان ما كان طالب بهذه الفترة، أقل من شهر يعني تقريبا، أقل من شهر بشوي صار حق نزلت، هبطت أسعار النفط، هبطت. يعني إذا لبنان ب 30 مارس كان طالب باخرة بده يشتري نفط، كان دفع حقها للباخرة 7 مليون دولار. نحن دفعونا حق هذه الباخرة دولة لبنانية من جيبتي وجيبتك، دفعنا حق هذه الباخرة دبل 14 مليون على سعرها القديم. ليه شو على سعر وبيعونا اياه؟ طبعا هيدا السبوت باينج تبع الوزاره، هيدا مضطرين. هيدا لما تنزل الاسعار، لما تطلع الاسعار كمان عندهم نفس الاستراتيجي. في باخره اندستري ب 2 ديسمبر ظهرت من هيوستن، المفروض كانت منتشها على لبنان، لبنان بحاجه لهيدي الباخره، كان سعر النفط 63.20 دولار للبرميل. لما وصلت 3 اسابيع ليتر عم تعلى اسعار النفط، اوكي صار 69. لما وصلت على لبنان طلعت وبيعونا على الغالي، بيروحوا على راحوا على مالطا، وقفوا بمالطا، طلعوا بالوفليدينج تاني
وجابوا لنا اياه على لبنان، نحن دفعنا زياده مليونين يعني النصب من مصريات الناس بالدعم بعده شغال. شوفي عندك حلول اليوم بدك تطرحيها على الناس. اول شيء خفض الحاجه لاستعمال البنزين يلي هو دائما عم يحطوا لنا اياه بالقطاره، كيف بنخفض الحاجه؟ بنحط في عندنا خطط مواصلات كثير، في عندنا ترين لازم ينعمل، وفي عندنا ناس مستعدين يعملها تفعيل، استعمال القوانين يلي طلعت البي بي بي بابليك برايفت شراكه الخاص والعام، في عندنا البي او تي، في عندنا كثير حلول، هيدي اولا، ثانيا وقف الدعم الفوري، هيدي أول شيء بدنا نعمله حالياً، ولكن أيضاً بالتزامن بدنا نتأكد رح إنه ينط عليك المعلومات شوي أنا وهي كتير أصحاب يا ما نطين لا مشكلة. بنفس الوقت مش عم نقول نحن وقفه، بدك تعطي البديل مثل ما بتتفضل دايماً حضرتك يلي بتتأكد إنه وقتها تصير ب 240 ألف ليرة عنده كاش بإيده، بيقدر هالمواطن يقدر يستعملهم لبال ما يصير في عنده حل بالنسبة للمواصلات، تخفيف الاستهلاك، دعم المواطنين مباشرة، والأهم شيء ضرب الكارتيل يلي هو سبب كل هذه المشكلة. كيف قانون الشراء العام يلي طلع، تفعيل التنافسية الشريفة يلي موجودة فيه، أنا ما بهمني يكون في عندي ستة عم يستوردوا، أنا بدي أضربهم أفتح التنافسية. بس بكل الالتيون كلهم قطاع خاص، ما في قطاع عام لحديت هلأ، لأنه أنا فادي الأمل لو بالقطاع العام ما كنت بالشارع. رشاد خليني أسألك سؤال، أنت كنت عم حطتك وتم الاعتداء عليك وشكوك بسكين، اللي اليوم كيف الحل لنحمي أصحاب المحطات؟ الدولة شو يعني؟ وعي المواطن، معرفة أنه المحطات مش أعداء الناس، يعرفوا أنه نحن موجودين لخدمة البشر. نحن اليوم مدراء أزمة، منا أصحاب مصالح، بقى مصالحنا بطلت عم تعطينا الأرباح اللي كنا ناخدها. مش بس هيك، اللي بينتزع عنده أي شيء صيانة بينكسر. بس رشاد أنت ما بتحس الدولة على ناس وناس؟ ما بدنا نفوت بهذا التفصيل، انت الدولة بتراقبك، غيرك بتراقبه، شفنا ليست 75 محطة بدو يوقفون، سمعناها نشرون رجعوا كلهم اشتغلوا. بدي اقول لك شغلة، نحن وهلأ قاعدين هون في حدا عم يعتدي على محطة، اعتداءات على محطات كل يوم، منا فشة خلق ومنا منظمة. في احد الاشخاص منا ردة فعل، ما بقول لك في منها فشة خلق رد فعل ومنها منظمة. مين منظمة؟ عفوا عم بيهرب على الحدود. عفوا في أحد أصحاب المحطات قتل. استاذ خي اسمعني سؤال، اسأله استاذ، اسألك سؤال، في أحد أصحاب المحطات قتل. اسمعني رشاد، شو السؤال؟ ما ببيع مهربين، تكون عندك اليوم خمس فرود ست فرود تعبي بنزين، ليه بتعبي فرد واحد بتزل كل هالناس وراء؟ مش بزل، ليه وتكون اسمح لي وتكون عندك 100 سيارة واقفة، بيجي 10 سيارات تيجي السيارة بتدوبل، هول مين اللي بدوبله؟ يا خي أنت اليوم صاحب محطة، بأول شيء بتتحلى بالأخلاق، في أخلاق وتكون واحد واقف ناطر ثلاث ساعات، هذا ابن مرة وهذا ابن مرة، ما بيجوز هيدي، ما بيجوز. خلينا نشوف شو عم بيقولين عنا. شو جوابك على هاي؟ شو جوابك على هاي؟ تتعاطوا مع الأخلاق بأخلاقيات أكبر. شو جوابك على هاي؟ أول شيء يعني أخلاقياتنا، يعني أنا ما بعمم، عفوا ما بعمم، بس إنه لو سمحت خلينا نسمع منه الجواب إذا بتريد. تفضل عن زعراء رشاد، تفضل. صح، بس بدي أقول لك شغل، أول شيء صاحب المحطة منه جهاز أمني، يعني هلأ أنا ما بحب أحكي بهذا الموضوع، بس مارك جاب هذه السيرة، أنا اعتدي علي بسكين بهدف القتل، مش إنه يعني شكوني سكيني بالشكل العادي، مش يعني عبوا جالونات بس. أصحاب المحطات أغلبيتهم عندهم أخلاقيات، ولكن أنا مني جهاز أمني، أنا الدرك ما بيقدر يحميك، الجيش ما بيقدر يحميك، كل الأجهزة الأمنية بتحضر لعندك ساعة اثنين وبتفل، بقية النهار أنت متروك لمصيرك، أنت بدك تبتدع الأمور والطرق لتقدر أنت تشوف كيف ممكن انا احمي نفسي. يعني اذا واحد اظهر لو سمحت واحد عم يعمل لك مشكل، في اوقات كثير في ناس، طب انا انسحب علي مسدس استاذي الكريم بنص محطتي مشان يمرق بعكس السير، هيدي سمتس استاذي، معلش اصحاب المحطات عم يتحملوا اكثر لو سمحت. طيب. اذا بتريد وضحت هالنقطه، بدك تخلص هاي النقطه. توفى النقيب من شهر 2 استاذ مارون، انا مضطر لانه عم نخلص بوقت الحلقه. رشاد بس قلي خبيت لحد اليوم، بس لازم قلي وقلي وجهة نظرك لأنه مضطرين نخلص الحلقة. قلي آخر جملة، تعرف إنه آخر فكرة، أصحاب المحطات كانوا ولم يزالوا كل اللي باقيين فاتحين عم بيعملوا إدارة للأزمة، وما حدا بقى يحملهم أكتر من بيستحقوا، لأنه أصحاب المحطات البعض منهم اللي بعده فاتح، مش البعض، الأكترية منهم اللي بعدها فاتحة عم تتحمل ما لا يمكن أنت تتحمله حضرتك. أنا بتمنى عليك تعمل لي زيارة عندي أو عند غيري وتوقف ساعة،
إذا بتضلك بعد الساعة على أعصابك تجي بتطلبني. طيب أصحاب المحطات هني وطنيين وهني ناس شرفة وهني أبناء هذا المجتمع وهني البدن يوقفوا مع هذا المجتمع، بس كمان هذا المجتمع لازم يوقف معهم، لازم كل إنسان يعتبر صاحب المحطة هو عم يعمل إدارة لأزمته. هذا البنزين صحيح ملكك وملكي، ولكن لما بدنا نتقاسمه بدنا نتقاسمه بعدل. حضرتك لما عم تحكي عن هود اللي بشكوا، وين أصحاب، وين أخلاقيات أصحاب المحطات؟ في أصحاب المحطات ضربت بمحطاتها قدام أعين الأجهزة الأمنية وما حدا تعاطى معهم. معك خبر رشاد؟ خليني النقابة الشباب رح يكملوا النقاش، بس خلينا نروح لعند ريف لنقدر نختم الحلقة. شكرا مارك. جولة أخيرة على تويتر، والناس كيف عم تتفاعل من هذه الحلقة اللي عن جد تعنيهم بالمرحلة الأولى، وخاصة بهذه المرحلة اللي تعتبر هي من الأصعب على اللبنانيين. من التويتس اللي عم نشوفهم الليلة هاشتاج البديل بالنسبة للمحطات، ولا أقول كلها ولكن بعض المحطات، وأنا شفتها وكنت ناطر ساعات وهنا عم بيعبوا جالونات وبيجوا بيعرضوا علي جالون البنزين بزيادة السعر، عم بيعبوا جالونات بالساعات وأنا كمان ناطر بالساعات. من التويتس أيضا شفناهم سمير نصري سعد اللي قال رفعت الحل سهل وبسيط، رفع الدهن رفع الدعم نهائيا عن البنزين وابقائه لاصحاب السيارات العموميه، ابقاء الدعم حصرا عن مازوت الافران واصحاب الميكروباص والباصات العموميه واصحاب المولدات. غير عادل يكون واحد معه اليه فخمه عم يدفع نفس ثمن صفيحه البنزين لصاحب سياره متواضعه. من التويتس ايضا اكرم شمس او شمس قال يجب تنظيم العمل على توزيع الكميات باشراف الجيش اللبناني على المولدات لكل حي وقريه حسب في المولدات، وعلى المحطات إلزام أصحاب المحطات بفوترة البيع وتوقيع المشتري مع رقم هويته وهاتفه. من التويتس أيضا اللي حتكونوا معنا ليلة لإيهاب اللي قال الاستهتار بحياة الناس أصبح عادي لدى السلطة اللبنانية، استخدام الفيول الثقيل من دون الفلاتير أو الفلاتر اللازمة بدلا من الغاز الطبيعي سيزيد من معاناة الشعب. لا أعرف متى سيتم تغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن المكايدات والمحسوبيات السياسية عبر هاشتاج البديل. يعني هيدي كانت جولة على تويتر، بدنا ننتقل هلأ لنشوف شو كيف كانت النتيجة النهائية بعد هذا النقاش اللي خلينا نسميه كان كتير حاد خلال هذه الليلة بين المجتمع المدني وأصحاب المحطات والأعلام، لكن لهم آراء مختلفة بهيد الأزمة وبوجود الحلول الأنسب. والنتيجة كانت على الشكل الثالث: السيد رشاد المشرفية 13%، محمد شريتح 17%، مارون الخولي 26%، أما السيدة ديانا القيسي فحصدت 44%. مبروك ديانا، وبرجع لعندك مارك. شكرا ريف، بدي هني الكل على مشاركتهم، بس بدي أقول شغلة معلي. اليوم الحلقة ما لحقنا نحكي عن المازوت ولا عن الغاز، وهول مواضيع كمان ما نناقش فيها، بس انتبهنا كلياتنا قديه هيدا الموضوع مأثر على اللبنانيين وعلى أعصابهم. حتى باستوديو هون ما قدرنا نسيطر على وضعنا لأنه هالقد في غضب من هيدا الموضوع، بس هيدا الغضب كله ما لازم يروح إلا عليهم هن يلي قاعدين على الكراسي، لأنه هن أساس فشل كل هيدي العملية. ما تلوموا بعض يا مواطنين، لوموا يلي وصلنا لهون وفكون من رقبتهم وزدتهم بالبحر. شكرا.